اليوم في مقر الاتحاد الاشتراكي بالرباط كيحتضن جوج الأنشطة مهمة. النشاط الأول هو والأول مرة عقد الشبكة العالمية للاشتراكيين الشباب لايوزي للقاء رئاستها هنا بالرباط، وهذا اللقاء أول مرة، هذا اللقاء ديال هذه الرئاسة ديال هذه الشبكة الأول مرة كينعقد في دولة إفريقية وفي المغرب. ثاني نشاط هو نشاط ديال المنتدى الدولي للبرلمانيين الاشتراكيين والاشتراكيين الشباب. هذا المنتدى اللي كانت نشأة ديالو في 2023 بمدينة مراكش، اللي في منتدى كنشهد المشاركة ديال أزيد من 70 برلماني من تقريبا دول المعمور، من مختلف قارات دول المعمور، خاصة إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، واللي عرف الدورة الثانية ديالو في بوغوطا من في ماي من هاد السنة. اليوم كيدير موائد مستديرة حول قضايا بالأساس قضايا الماء، التحديات اللي كتعرفها الديمقراطيات في أمريكا اللاتينية، الأمن والاستقرار في إفريقيا، والوضعية اللي كنعيشوها في فلسطين. هذه الموائد المستديرة هي نوع من الإعداد للمنتدى المقبل اللي غادي يكون في مراكش في شهر ماي أو يونيو من هذه السنة، وهو فرصة للنواب من أمريكا اللاتينية، من أوروبا ومن إفريقيا، كاين مشاركة ديال أزيد من 20 نائب أجنبي بالإضافة لنواب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، لتباحث والتضارب في هذه النقاط ودراسة كيفية تطوير هذا المنتدى باش تمكنوا من لعب الأدوار ديالو في مختلف المناسبات وفي مختلف البرلمانات اللي كتكون ممثلة فيه. اليوم عنا جلسة مجلس الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي اللي تعقد أول مرة في إفريقيا وفي ولهنا في الرباط في المملكة المغربية، وهذا الحدث باستضافة الشبيبة الاتحادية اللي هي عضو فاعل في الاتحاد العالمي اللي متكون من 164 منظمة من 130 دولة في العالم، ولهنا يعني باش يتم مناقشة أهم مناقشة الوضع الإقليمي يعني في أمريكا اللاتينية، في إفريقيا، في الشرق الأوسط، نتائج الانتخابات الأوروبية والخطط المستقبلية، كذلك خارطة العمل والأولويات اللي باش نخدم عليها في سنة 25 و26 في الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي. شكرا لك.